بيكارت انطلق هاد السنه هو مشروع قصير وعنده هدف واحد اللي هو كيفاش نخليو المواطنين يتكلموا بحريه ويعبروا على اراء ديالهم في السياسه ولا في المنتخبين ديالهم في المناطق ديالهم ويكون هاد التعبير بطريقه حره وكذلك في الفضاء العام. غتبقى علينا 6 سنين في الجامعه مثلا باش غتعصي واخا شحال ديالك تبقى في هذا البرنامج الغاية ما يتحققوا العهود ديالكم. هذا الرئيس الجهة انت اللي طلعتيه، برلمان انت اللي طلعتيه، رئيس الجامعة انت اللي طلعتيه، انت هو سبب الخلا ديالك. المهم في الورشات اللي كان هو محاولة أن نخلق واحد لوليا مع الناس باش نعرفوا المشاكل ديالهم في الموضوع ديال التربيه. يا رجال الجامعات خدموا بالنيابه باش ما نعايروكم اختي لابسات بالكيلوات والعاقه مشات في الشاريوات. الفضاء العام اللي حنا تنحاولوا نشتغلوا فيه هو التياتر ديالنا، هو السينما ديالنا، هو فين تنبغيو الناس يجيو يشوفوا المسرح. كيكونوا الناس في الزنقه تيتساراو في الليل تيدوروا في العشيه تيكونوا مع وليداتهم مع لا فامي اكسيتيرا. دونك كنجيو حنا كنحضر الانستالاسيون تكنيك اكسيتيرا ومن تما كتبدا لا كيوريوزيتي ديال الناس انهم يعرفوا اشنو واقع حتى تيجي الوقت العرض وتيجيو ففورسيمون غادي تعلموا شي حاجه من هذاك الشيء اللي تفرجوا فيه وفي الاخر غادي يكون ان امباكت عليهم. الثقافه بيرمين نوصلوا الناس اللي ما قاريينش الناس اللي ما واعيينش نقدروا نحسوا المواطن بالبوفوار ديالو لو ديفوار ديالو ولي دووا ديالو. البلاد تبدلت، ما يبدل الاحلام.